كثيرا ما تخرج تصريحات لاعبين والمسؤولين عن أنديتنا عن النطاق الرياضي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتبرير النتائج السلبية والهزائم لتصل إلى درجة الاختباء وراء سوء الحظ والتطير، وهو ما تفشى بقوة في الآونة الأخيرة. المزيد من التفاصيل مع والد معمر. قبل الفوتبول لازم نقدروا. عندما يغيب التحليل المنطقي والعقلاني في تصريحات لاعبين والفاعلين في شؤون كرتنا، تفتح الأبواب على مصراعيها للتبريرات الواهية للنتائج السلبية التي تكون عادة نتاجا لتخمينات مصدرها التطير لا غير. فتفسير نقص الفعالية وعدم القدرة على الوصول لشباك المنافس افحى هكذا. بيان بونسي واش كاين في ليكيب، ماشي عارف واش كاين هذوك، ما فهمناش حاجه. اللي تلاقي اللي بيت شحال خطره، شحال اوكازيون مع باش هذوك، ما تقدرش تحسبهم. برسك واحد 14 ولا 15 اوكازيون نت. انا والله متاسفين الحمد لله. اما التبرير بسوء الحظ فبات بمثابه علامه مسجله عند لاعبينا، فهذه العباره تحضر كلما غابت النتائج. toujours j'ai rak tchouf la malchance on crée des occasions on n'arrive pas à concrétiser les occasions تدخل ماشي هاد ليكيب اللي راهي مكلاسي هكا ولا مي لا غالب. انا نقول لك دي فوا الفوتبول فيه لا مالشانس، اكشوالمون جاب لي ربي فينا لا مالشانس كاع كيما رانا. على الصعيد الاداري حدث ولا حرج، فكثيرا ما تتحول تصريحات مسيرين الى موعظه للانصار بعنوان الصبر. يصبروا الفريق تاعهم ويصبروا، هذا راهو شباب اللي كان في الملعب. اي نعم، الصبر مفتاح الفرج. الأنصار صبروا، هذا الصبر برك ماشي قال عندهم فريق. لكن الأكيد والمؤكد أنه لا فرج بدون عمل جاد، فالاختفاء في تبرير الفشل وراء سوء الحظ والتطير لا ولن يساهم مطلقا في التطور.